تواصل مستمر مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان، نجدد لكم التحية والترحيب في هذه الانطلاقة وانطلاقة سادس أشواطنا في هذه الفترة المسائية ضمن منافسات سن الكبار سن الحيلي والزمول ضمن هذه الأشواط الخاصة بأصحاب شعارات أصحاب السمو الشيوخي والسعادة. على بركة الله مشاهدينا الكرام ننطلق مع هذا الشوط السادس الشوط الثالث الخاص بالزمول لنتابع البداية والصدارة وأول المراكز. هنا نتابع دسمان لهجن الشحانية مشاهدينا الكرام ينطلق بالبداية والصدارة بمتابعة محمد بن خالد العطية، بينما أتابع من الجانب الآخر وصول من طرماح لهجن الشحانية القادم والمتواجد مع ثاني المراكز في هذه اللحظات بمتابعة محمد بن خالد العطية، ولكن الصارم يصل هناك ينطلق مشاهدين الكرام مع هذه اللحظات مع ثالث المراكز سهيل لهجن الشحانية ينطلق أيضا مع ثالث المراكز بمتابعة سالم بن فاران المري، وأتابع الأسماء القادمة والمتقدمة من خلال هذه اللحظات وصول العبدلي يصل العبدلي لهجن الشحانية بمتابعة محمد بن خالد العطية، وهناك أتابع أيضا التقدم من ملفت لهجن الشحانية بمتابعة جابر بسالم بن فاران. هكذا النداء مشاهدينا الكرام للأسماء الأولى المتقدمة في هذا الشوط في هذا التحدي، ولكن الأمور هناك مع الصدارة والانطلاق والبداية مع دسمان هذا الاسم العريق من ينطلق بالبداية والصدارة مشاهدينا الكرام يحمل لواء هجن الشحانية وينطلق على الصدارة بمتابعة المشاغب محمد بن خالد العطية. هنا ينطلق بالبداية بينما أتابع سهيل القادم مع هذه اللحظات هذا النجم الساطع المنطلق مع ثاني المراكز سهيل لهجن الشحانية، ويتابعه في التضمير سالم بفران المري القادم والمتواجد مع ثاني المراكز، بينما القادم هناك من الجانب الآخر العبدلي يصل لهجن الشحانية بمتابعة محمد بن خالد العطية مشاهدينا الكرام، بينما رابع الأسماء يصل مناور لهجن الشحانية القادم في هذه اللحظات بمتابعة جابر بن سالم بن فاران، وهناك مبلش أيضا يصل مع خامس المراكز لهجن الشحانية ويتابعه في التضمير جابر بن سالم بن فاران. هذه الأسماء مشاهدينا الكرام والنداء الثاني لهذه الأسماء المنطلقة والمتقدمة في هذا الشوط في هذا التحدي، ولكن العودة إلى البداية أتابع الصدارة هنا أتابع دسمان مشاهدين الكرام على الصدارة والبداية، ولكن هناك من الجانب الآخر العبدلي من يلازم دسمان في انطلاق ثنائي مشاهدين الكرام هنا بشعار هجن الشحانية وبمتابعة محمد بن خالد العطية. يقدم دسمان والعبدلي في هذا النزال وهذا الانطلاق، ولكن العبدلي غير انطلق إلى الصدارة مشاهدينا الكرام لهجن الشحانية، ودسمان هنا مع ثاني المراكز، وأتابع سهيل يصل مع ثالث المراكز لهجن الشحانية ويتابعه في التضمير سالم بفاران المري، يقدم سهيل هنا مع ثالث المراكز، بينما أتابع التقدم من مناور في هذه المناورة في تحديات الزمول في بنوك الانتاج فحول المستقبل. الله القادم وصل هياض لهجن الشحانية يتابعه في التضمير سالم بفاران المري، ومن الجانب الآخر مبلش أيضا لهجن الشحانية ويتابعه في التضمير جابر بن سالم بن فاران، ولكن شوف القادم وصل مبدع لسعادة الشيخ نايف بن عيد بن محمد بن ثاني الثاني
بريك من عجيان بن بريك الغفراني من يتابع في التضمير القادم في هذه اللحظات. الله الأسماء الأسماء قادمة مشاهدينا الكرام، ولكن الأمور هناك ما زالت على الصدارة، ما زالت الانطلاق هناك ذاتي إلى هذه اللحظات مع تواجد دسمان والعبدلي وهناك أيضا سهيل. الله الله يا الانطلاق، ولكن أتابع دسمان من الجانب الآخر لهجن الشحانية. الله هناك يتقدم أيضا العبدلي ثنائية بقيادة المشاغب محمد بن خالد العطية في انطلاق مميز، بينما سهيل يتابع هنا مع هذه اللحظات ويتواجد خلف المراكز الأولى هنا مع ثالث المراكز، أيضا بمتابعة سالم بن فراد المري يقدم أيضا سهيل بشعار هجن الشحانية. ولكن شوف القادم مناور يصل لهجن الشحانية ويتابع في التضمير جابر بن سالم بن فاران، ولكن مبدع يتقدم في هذه اللحظات لسعادة الشيخ نايف بن عيد بن محمد بن ثاني الثاني بريك بن عجيان بن بريك الغفراني يتابع في التضمير، بدأ يتسلل المبدع القادم في هذه اللحظات من مركز إلى مركز، ولكن أرى أسماء قادمة مشاهدينا الكرام، وصول من سحاب وصلت إلى أسماء ومبلش وهناك أيضا طرماح. الله ولكن العودة وركز يا العطية مع هذا الانطلاق مع هذا التواجد، ثنائية مميزة هنا نتابعها مشاهدينا الكرام من خلال تواجد دسمان والعبدلي في هذا التحدي والبداية الأولى. الله الله الله، ولكن مبدع هنا مبدع قادم في هذه اللحظات لسعادة الشيخ نايف بن عيد بن محمد بن ثاني الثاني بريك بن عجيان المجدور من يتابعه في التضمير، يتواصل هنا مع ثالث المراكز وسهيل لهجن الشحانية يتابعه في التضمير سالم بن فران المري، ولكن مناور بدأ بالتقدم في هذه اللحظات القادم مع خامس المراكز لهجن الشحانية ويتابعه في التضمير جابر بن سالم بن فاران. هذه الأسماء هذه التحديات الأولى لمراكزنا المتقدمة في منافسات الزمول. الله 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 يا الانطلاق والتحدي، ولكن أسماء ما خلف النداء نتابعها هنا مشاهدينا الكرام على أرضية الميدان، بدأت بالاقتراب والكل قادم في هذه اللحظات، ولكن العودة هناك العودة مع البداية مع دسمان مشاهدين الكرام مع البداية والصدارة لهجن الشحانية. ينطلق مشاهدين الكرام دسمان بهذا التحدي والانطلاق المميز يقود المسيرة إلى هذه اللحظات، ولكن الضغط أيضا بدأ من خلال تواجد هذه الأسماء. مناور يبدأ هذه المناورة هنا مشاهدين الكرام لهجن الشحانية، وهناك أيضا العبدلي لهجن الشحانية. الله ومبدع أيضا قادم مشاهدين الكرام سعادة الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة بن حمد الثاني، وهنا وصل سحاب لهجن الشحانية. الله الله يا القادم، أتابع الأسماء أتابع التحدي، ولكن الأمور هناك مع الصدارة إلى هذه اللحظات مع دسمان لهجن الشحانية بمتابعة محمد بن خالد العطية يقود أيضا دسمان هناك مع البداية والصدارة، ولكن العبدلي مع ثاني المراكز لهجن الشحانية بمتابعة محمد بن خالد العطية، بينما أتابع القادم يصل مناور لهجن الشحاني. شوف القادم شوف الهجوم، الله الزمول قادمة في هذه اللحظات. وصل هياض، يا مرحبا بهياض القادم في هذه اللحظات لهجن الشحانية يتابع في التضمير سالم بن فران المري، يصل من خلال تواجد أيضا هذه اللحظات والانطلاق مشاهدين الكرام، ولكن أعود هناك مع دسمان بدأنا بالاقتراب مشاهدين الكرام المنصة بارد. الله يا دسمان هنا مشاهدينا الكرام، ومناور يناور هنا على الصدارة، ينطلق مشاهدين الكرام لهجن الشحانية بمتابعة الشبل جابر بسالم بن فاران في هذه اللحظات. الله
الله الله الله، ولكن العبدلي يعود هنا مع ثالث المراكز الهجر الشحانية بمتابعة محمد بن خالد العطية وسيلين يصل في هذه اللحظات، سيلين لهجن الشحانية بمتابعة سالم بن فاران المري وسحاب من الجانب الآخر لهجن الشحانية ويتابع في التضمير محمد بن خالد العطية. وصل الشباب لسعادة الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة بن حمد آل ثاني راشد بن حمد المدهوشي، وهنا يصل الصارم لهجن الغرافة ينضم في هذه اللحظات إلى دائرة النداء، ولكن أعود هناك، أعود إلى الصدارة، أعود إلى مناور، مناور هنا على الصدارة على مقدمة الشوط لهجن الشحانية. الله الله الله، في رصيد رمز المحليات في سباق المؤسس، الله، ينطلق مشاهدين الكرام على البداية والصدارة مع الكيلومتر الأخير، سجل حافل انتصارات ذهب في ذهب. الله يا مناور، هنا على البداية لهجن الشحانية بمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فران، يقدم مناور على البداية والصدارة، ولكن سيلين قادم، سيلين قادم في ثاني المراكز لهجن الشحانية بمتابعة سالم بن فران المري وشباب لسعادة الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة بن حمد الثاني راشد بن حمد المدهوشي القادم في هذه اللحظات، ولكن الأمور هناك مع الصدارة، مع الصدارة. الله، مناور، مناور مع المناورة الأخيرة، مع أيضا هذه اللحظات المثيرة مشاهدين الكرام، مناور وسيلين وهناك شباب، اشتدت المنافسة. الله، ولكن مناور، مناور قادم منطلق في هذا الشوط مشاهدينا الكرام لهجن الشحانية، ومشكور يا الشبل من حافظ أيضا على مناور، من قدم مناور بهذا الأداء المميز والانطلاق الرائع. نتابع مشاهدينا الكرام مناور هنا مع الصدارة، يظفر بناموس هذا الشوط، يظفر بالانتصار هنا مع اللحظات الأخيرة. الله، مناور، مناور مع الانتصار، مناور مع الفوز، تهانينا والناموس لهجن الشحانية، والتانية لشبل جابر بن سالم بن فران على هذا الأداء، وأيضا التميز بينما وصل في ثاني المراكز سيلين لهجن الشحانية، ثالث المراكز شباب لسعادة الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة بن حمد الثاني، رابع المراكز كان الوصول من دسمال لهجن الشحانية، وخامسا وصل ملفت لهجن الشحانية. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا الكرام، تابعنا مناور صاحب الإنجازات، صاحب العوائد، صاحب الذهب، يحضر في هذا المساء في هذا السباق ليؤكد أيضا حضوره وجاهزيته لقادم الأيام. نتمنى التوفيق إن شاء الله للجميع. هنا مع لحظات الوصول والتوقيت الزمني 12 دقيقة 59 ثانية 37 جزء من الثانية، تهانينا وناموس لهجن الشحانية، والتهنئة للشبل جابر بن سالم بن فاران، بينما وصل في ثاني المراكز سيلين ب 12 دقيقة 59 ثانية 99 جزء من الثانية، تهانينا وناموس لهجن الشحانية، والتهنئة لسالم بن فاران المري، من تابع أيضا سيلين، بينما وصل في ثالث المراكز شباب ب 13 دقيقة وثانية و25 جزء من الثانية، تهانينا وناموس لسعادة الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة بن حمد الثاني، والثاني أيضا لراشد بن حمد بن علي المدهوشي من قاد